الاهلي والزمالك بعد مبارياتهم في بطوله دوري ابطال افريقيا والكونفدراليه حصل تباين شويه في المستوى يا احمد، سواء على مستوى الفرقتين. ازاي شفت مشوار الاهلي بعد دوري الابطال؟ لعبنا ثلاث او خدنا ثلاث مواجهات طبعا، والتوقف عشان تصفيات كاس العالم فتره طويله مش قليله، اثرت الى حد ما على المستوى الرائع اللي كان ظاهر بيه الاهلي في بطوله افريقيا وتتويجه باللقب. شفت ايه اهم الايجابيات في الثلاث ماتشات والحاجات اللي ممكن شويه تكون محتاجه شغل او يعني لفتت انتباهك؟ لا، اللي هنتكلم عليه دايما هو ما يميز النادي الاهلي في المواقف دي. في المواقف لما بيبقى عندك اجهاد، لما عندك تلاحم مباريات، تلاحم بطولات، حتى تحقيقك حتى البطولات، هو السكواد اللي عندك. السكواد اللي عندك، اللعيبه البدائل اللي بتبقى موجوده، اللي بتاخد فرصه، اللي بتبقى عند حسن الظن، اللي هي مستنيه فرصه. مستنيه فرصه. الرهان على مين دلوقتي؟ اللي مستني الفرصه ولا اللي رجليه في الملعب؟ يعني انت تراهن انه التوقيت ده، مش بتكلم بس على ماتش الزمالك عشان الاهلي يستعيد حيويته مره ثانيه، خلينا نتفق انه في عناصر لاسباب، او ديانج مثلا على سبيل المثال، عمرو السوليه على سبيل المثال، احمد عبد القادر وغيرهم، ورضا سليم، ما كانوش، كريم فؤاد، كريم فؤاد، في اوقات كتيره جدا كانوا غايبين لاسباب او لاخرى، ورجعوا ابتدوا يظهروا في الصوره ثاني. ديانج شارك، عبد القادر شارك وتالق، السوليه ظهر بشكل كويس جدا في الدقائق اللي خدها في ماتش الداخليه الاخراني. الرهان على مين في التوقيت ده؟ اللي جاي من بعيد ومستني الفرصه وجعان كوره، ولا الرهان على التشكيله اللي انت يعني معتبرها تشكيله اساسيه؟ الرهان هنا على اللعيبه اللي عايزه فرصه. اللعيبه اللي عايزه فرصه، وانا بقول لهم دي احسن فرصه ان انت تقدر تحط رجلك تاني، ان انت تقدر ترجع تشارك بصفه اساسيه، لان الفرصه مش هتيجي الا من خلال كده. يعني لما لا قدر الله زميل مثلا بيتصاب، بيبقى بعيد للايقاف، بيبقى مثلا الراجل في مريح. ناس مريحه، في ناس اشتركت في البطوله طول البطوله، فمحتاج ان هو يدي لعبه تانيه، لان الراجل معذور بشكل كبير جدا ان هو مش هيقدر يغير دايما، ان هو بيقدر يعتمد على لعيبه معينه، على 8 9 لعيبه، هو ده القوام الاساسي بالنسبه له، وبيقدر يغير عليه بعض البدائل الثانيه. فانت لو مش في جاهزيتك، انت قدام الناس هتظهر مش في مستواك، فكل الانتقادات هتروح لك انت كلاعب محتاج تحط رجلك. لكن اللعيبه اللي حطت رجلها زي ما حضرتك قلت، السوليه، كريم فؤاد ظهر بشكل كبير جيد مع النادي الاهلي في النهائي دوري الابطال، السولية بيرجع بيقدر يسجل، ديانج بدا يرجع تاني، عبد القادر ماشي بشكل كويس على مدار مباراتين او ثلاث مباريات، ماشي بشكل كويس. كل اللعيبه دي بتضيف، والاسعد بالكلام ده كله هو مستر كولر، ان اللعيبه كلها تبقى جاهزه، ان انا لما بديك فرصه بتبقى عند حسن الظن، والاهم من كل ده ان انت تحقق ثلاث نقاط في ظل ضغط المباريات، في ظل الاجهاد. حتى الاداء ممكن ما يبقاش احسن حاجه، وده طبيعي، وضع طبيعي، بعض اللعيبه ظهر عليها الاجهاد بشكل كبير جدا، ابرزهم حسين الشحات، لكن في البدائل اللي بتقدر تضيف، تألق امام عاشور ويقدر يكسب النادي الاهلي ويبقى مصدر من مصادر اللعيبه اللي بتقدر تحقق الفوز للنادي الاهلي بالفرص، بالشوتينج اللي موجود عنده. هنا اللعيبه اللي عندها خبرات، اللعيبه اللي تقدر تعمل لك فارق في المواقف دي. قفشه كمان فايق الفتره الاخرانيه دي طبعا. طبعا يعني، وبشيد بيه بادائه وبالتزامه حتى كمان، قفشه بتمثله حتى للنظام اللي داخل اوضه لبس النادي الاهلي، حقيقي، بالتزامه حتى من القرارات بتاعه الجهاز الفني.